كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي ستيفان زيجوني الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة. وأوضحت الخارجية أن الوزيرين عقدا اجتماعا ثنائيا مغلقا، حيث تناول اللقاء العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة. Thank you.